أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد اليمني. نتناول في حلقة الليلة الانتهاكات الحوثية المستمرة التي طالت حرية التعبير عن الرأي وأغلقت غالبية وسائل الإعلام والصحف، حتى الأعمال الفنية الكوميدية لم تسلم من هذه الانتهاكات. لم تكتفي ميليشيات الحوثي والمخلوع باستهداف المدنيين ومحاصرة المدن وممارسة العقاب الجماعي على الشعب اليمني، بل وصلت إلى مصادرة أبسط الحقوق، حرية التعبير تحديدا، حيث رفعت قضايا على القنوات التلفزيونية التي بثت مسلسلات ساخرة كشفت فيها هذه المسلسلات عن المآسي التي يعيشها المواطن اليمني تحت سيطرة الحوثي والمخلوع. المختطف قال انا قد لي سنه واكثر، ولا عرفت السبب وليش خطفوني. اعمال دراميه يمنيه كثيره ساخره تناولت الوضع الذي يعيشه اليمن نتيجه الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون بحق المدنيين. تنوعت تلك الأعمال بين البرامج التلفزيونية والدرامية والمسرحيات المختلفة التي تجسد واقع الشعب اليمني وما يعانيه من ظلم وقهر وغبن. الفنانون عبر أعمالهم كشفوا الوجه الآخر للانقلابيين وحاولوا تعرية جرائمهم التي تنوعت واختلفت، كان أبرزها الاختطافات والاعتقالات والقتل وتفجير البيوت التي تناولتها الدراما اليمنية بشكل ساخر. سياسيون وقيادات انقلابية كان لها النصيب الأكبر من انتقادات الفنانين اللاذعة وكذلك الساخرة لما أوصلوا إليه اليمن. يا جعفر، الطاقة النووية تحتاج من نواك، الطاقة النووية كانت تحتاج إلى 30 سنة جنب 30، 10 سنين دراسة جدوى، 10 سنين تنفيذ وتركيب، 10 سنين تدشين للمشروع. أنتوا استعجلتوا وقلتوا لي الحل. عاب عليك يا أخي، يا أخي رحمت الدماء اللي تستكبر هنا يعني. يا اخي موتنا يا اخي، حرام على خرجي، خرجت نفسك. ما شاء الله، صراحه ما هذا من شكله واضح انه تنميه، صوره التنميه في وجهه. ما شاء الله، لك الحمد يا الله، رزقتنا بتنموي من اول خضاب تنميه. اتهامات كيديه من قبل الميليشيا كما يراها النقاد لبعض الاعمال الدراميه اليمنيه، تمثلت في رفع دعاوي قضائية ضد القائمين على المسلسلات الدرامية التي أسقطت شخصيات قريبة للواقع المعاش، ويرى الكثير أن تلك الإجراءات ما هي إلا وسائل لوقف الفن في اليمن. العديد من الفنانين غادروا العاصمة صنعاء بعد مطاردة الانقلابيين لهم، فرحل من رحل والبقية يواصلون تقديم فنهم في ظروف استثنائية حيث لم يتوقف عطاؤهم. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني. أيها الأخوة، مرحبا بضيفنا في استوديو البرنامج الفنان اليمني الأستاذ محمد طالب. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ مبارك. أيضا معنا من مأرب الفنان اليمني الكبير محمد الحاوري. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك، وأهلا بالفنان الذي عندك، ما شاء الله عليكم منورين. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك يا محمد. طيب، إذن الحلقة فنية اليوم، لكننا نريد في الواقع أن نتناول يعني موضوع الفن الساخر حقيقة في هذه الأزمة اليمنية. أنتم يعني من أبطال هذا العمل حقيقة درامي، وهناك مسلسلات حقيقة أنت شاركت في بعض المسلسلات التي مثلت فيها شخصيات معينة
تؤدي دورا يعني ساخرا لكنها تحمل رسالة. لماذا اخترتم هذا الأسلوب في هذا في هذه المرحلة تحديدا؟ يعني هل شعرتم بأن هناك نقص مثلا في الطرح الإعلامي تريد أن تكملوا، أو أنه إحساس فعلا شعور بالرسالة التي يجب أن تقوموا بها في هذه الأزمة؟ أولا يا سيدي الفاضل، نحب نمسي على مشاهدي قناة الإخبارية من خلالكم، وطبعا فيك وكل طاقم البرنامج. وأيضا أحب أن أنوه على أنه أنا كفنان يمني لن أكون هنا متحدثا باسم قناة السعيدة من قدمت همي همك أو بلسان مخرجها. سأتحدث كفنان يمني سيطرح دور الفن الساخر في توعية البسطاء من أبناء الشعب. جميل. وهمي همك مثلا كمسلسل، همي همك هو مسلسل عريق دام 8 أجزاء، قدم فيها طريقة ساخرة بداية عندما استخدم كمحافظة الحديدة أو تهامة كمسرح من خلال اللهجة، من خلال اللهجة البسيطة والمحببة مسرح للأحداث. وكان همي همك هو دور أو مسلسل اجتماعي ذو فكرة اجتماعية، ثم تحول فيما بعد بعد يعني تداعيات الأحداث الأخيرة من حرب وغيرها، تحول إلى إسقاطات سياسية كشفت من خلالها القبح المتمثل في الجماعة الإنقلابية التي انقلبت وحولت البلد إلى كومة من الحرب والدمار. فالفن الساخر هو يجعل المشاهد البسيط يفهم ويعي ما الذي يدور حوله. يعني الرسالة المغلفة بالضحك في الكاركتر أو في الأداء أيضا، وتصل للناس البسطاء. كنتوا تستهدفون الساحل نفس الحديدة والساحل الغربي، كنتوا تستهدفون باللهجة تحديدا؟ نعم، سأحدثك. أولا في بداية همي همك تم استهداف الساحل الغربي أو تهامة كوضع اجتماعي. هي منطقة كان باسطين عليها نفوذ من الانقلابيين، كانت تحت أيديهم. هي من قبل حتى الانقلابيين استخدم علي عبد الله صالح ويعني بعض الجماعة الفاسدة لديه استخدمت تهامة كمسرح للنهب والفساد، بحيث يعيش الإنسان التهامي ما بين الظلم والقهر والنهب والسلب. ومما جعل في همي همك قدم المواطن التهامي أو الشخصية التهامية التي تسلب من الإرادة، تسلب من القرار. شخصية كانت إيش أنت؟ أنا شخصية زخم. زخيم. زخيم. زخيم كانت هي عبارة عن شخصية بسيطة في القرية، رجل ذو عقلية بسيطة، لكن جسد الشخصية بحيث الظلم الذي يقع عليه من قبل الشيخ المتنفذ. هنالك الشيخ المتنفذ كانت شخصية متنفذة، بحيث على أنه داخل القرية هذه القوي يأكل الضعيف. ولو كبير سن أيضا زخيم. زخيم هو أيضا كان شخصية كبير في السن. يعني كان أيضا يرمز إلى أن هذا الظلم كان قديم. يعني أيضا له ظلم قديم من قبل الشيخ المتنفذ، بحيث تعكس الأحداث على ما يدور في تهامة نفسها. جيد. وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة يعني بشكل جيد؟ نقول الحمد لله الرسالة وصلت، وبعد تزامنا مع المسلسل حصل حراك شعبي داخل الحديدة. تفاعل يعني؟ حراك شعبي، بحيث الناس خرجت ثائرة ضد الظلم، ثائرة ضد الظلم اللي هي شخصية الشيخ أو حتى الرئيس حينها، يعني بحيث أنهم يطالبون بالتمكين من القرار برد الأراضي. وخرج طبعا الحراك ما عرف بالحراك التهامي، هو أول من فجر. طيب، هذه الثورة. جميل. سأسأل أنتقل أيضا بعد قليل إلى استكمال هذه الجزئية اللي هو الأثر فعلا، ردة الفعل أيضا على الطرف الذي المستهدف. لكن أنا أنتقل لأستاذ محمد. أستاذ محمد، أنت أيضا اتخذت شخصية يعني جسدت الشخصيات السياسية الموجودة للإنقلابيين أو للمخلوع علي عبد الله صالح. يعني أنت اخترت الكاركتر، واخترت أيضا اللغة أيضا. نعم. واخترت الصوت، واخترت الحركة، واخترت كل هذه المكونات. يعني لماذا اخترت هذا الأسلوب؟ يعني حقيقة لم أختره أنا، وإنما الواقع والذي فرض، لأن علي عبد الله صالح يعني أكثر من الظلم والفساد في البلاد، وإحنا المفروض نرد عليه بمثل ما ظلمنا. هو قتل وظلم وسرق وفسد، إحنا ما بش في أيدينا شيء. أنا في يدي هذا الموهبة الذي أعطاني الله بها، كنا نحاول أن نساهم في ردعه، لأنه طغى والناس كلهم يعني كان يمجدوه ويسبحوه بحمده. فإحنا نحاول نكسر شخصيته بأسلوبه نفسه الذي راوغ به وضحك به على الشعب اليمني،
نحاول نظهر الوجه الحقيقي بأسلوبه وحركاته وصوته لكي يفهمها الناس، والحمد لله رب العالمين وصلت الرسالة. يعني أنا أقصد أنك أنت يعني تريد أن تعري هذه الشخصيات من الداخل حقيقتها من خلال أسلوبها وتقدمهم يعني بكشف واقعهم يعني. نعم، لأنه هو يظهر ما لا يبطن ويبطن الخبث ويبطن يبطن يعني زراعة المشاكل والفتن بين أبناء القبائل. طيب أنا الآن الظاهر يقول إحنا ندعو إلى الصلاة. أنا أسألك الآن أنت الآن المخلوع علي عبد الله صالح، أسألك أنت الآن يعني لماذا انقلبت على اليمن كله وتحالفت مع هؤلاء الانقلابيين؟ يعني ما الذي تريده يعني وهم سينقلبوا عليك بعدين؟ أجاوبك بنفس مراوغة. أنا جاوبني أنت كعلي عبد الله صالح. أنا أجاوبك بنفس مراوغة. حقيقة لما انقلب هذه دعايات، هذه أكاذيب روجوها لكم الإعلام اللي هو ضدي. أنا إنسان مواطن صالح، بنيت اليمن أكثر من 40 عام. أنا هذا اليمن هذا حقي. انظر إلى الطريق، من عمله؟ علي عبد الله صالح. انظر إلى المستشفيات، إلى صحيح أنها كلها صداقات، لكن من الذي شحت باسم اليمن؟ علي عبد الله صالح. وفي الأخير يقولوا ارحل. هل جزاء ما عمل في اليمن أنه يقولوا الارحال؟ يرحل من الذين يرحل؟ أنا سلمت السلطة على طبق من ذهب لعبد ربه منصور هادي، ولم أعمل شيء. صحيح أني كنت أرسل حقي الذي في الحرس الجمهوري يعملوا مشاكل وفتن، بس هو في نفس الوقت لم يسيطر بشكل كامل. هذا جواب ابن مراوغة، ولكنه انقلب فعلا. نعم، أيضا حتى شخصية عبد الملك الحوثي أيضا أنت قدمتها أيضا في مرحلة اهتزازات أحيانا. عبد الملك الحوثي طبعا أنا لم أقلد أي صوت، بعض الأصوات تجي مميزة تقدر تقلدها، لكن اضطريت أني أقلد عبد الملك الحوثي حتى لو لم أتقن صوته لكي أكسر صنميته، لأنه بيعبدوا عبادها. طيب أنت لماذا عبد الملك؟ لماذا 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 تعلق عبد الملك؟ يا عبد الملك لماذا تعلق في أعناق اليمنيين مفاتيح كاذبة تقول هذه للجنة وهذه كذا؟ لماذا؟ كيف؟ لم أسمعك جيد. أقول لماذا يعني توهم اليمنيين وتعطيهم مفاتيح تقول هذه للجنة وتدفعهم إلى الموت يا عبد الملك؟ أما تخاف الله يعني؟ لأني منزه من السماء، هل تستوي الأصابع؟ أنا مصطفى من الله، وأنا جدي رسول الله، وأنتم خلقكم الله من أجلنا، فلماذا تغارون أيها الحاسدون؟ اجعلونا نحكم الجزيرة العربية وأنتم تخدموننا. هذه هذا هو الهدف. شكرا. عبد الله طيب الأستاذ محمد، يعني بهذا الأسلوب حقيقة وما الذي أنت مارسته الآن؟ إحنا كنا نتحدث قبل قليل عن الأثر يعني، وعن أيضا الأثر حتى فيهم، حتى في الانقلابيين وفي عبد الله صالح. كيف كانت ردة الفعل عندهم يعني؟ في المسلسل بكثر من زعجوا من المسلسل الآن قدموا أو رفعوا قضية ضد مسلسل همي همك، ضد صاحب القناة والمخرج وبعض الشخصيات مسلسل همي همك، بحجة أن المسلسل أساء للجيش والأمن، والحوثيين هم أنفسهم أول من أساء لشخصية الضابط وشخصية العسكري. صحيح. بحيث أنه الطفل يقوم بتفتيش ضابط كبير. صحيح. وهم أول من أساء، ولكنهم يريدون تكميم الأفواه وقمع الحريات، قاموا بإغلاق القنوات، باختطاف الممثلين الصحفيين، لم يدعوا شيء جميل داخل البلد. فهذا الأثر جعلهم يتخبطون، وهم الآن في آخر رمق لهم في الحياة أصلاً. خلص يعني عاصفة الحزم جاءت وحدت من نفوذهم تماماً. هم الآن يترنحون، ليست لهم أي حاضنة شعبية في البلد أصلاً. كيف الآن انطباعكم على الناس الذين تابعوا هذا المسلسل والذين يتابعون أيضاً الأستاذ محمد الحاوري أيضاً في مقاطع المنتشرة بشكل كبير جداً؟ إلى أي مدى أثرت فعلاً في الناس الآن وأيقظتهم إلى كثير من المهازل التي يخبيها هؤلاء؟ كما أخبرتك أنا سابقاً على أنه عندما تدس السم في العسل أو مثلاً عن طريق الضحكة تقوم بتسويق كل الأفكار التي تريدها. مثلاً أنت تريد أن توصل إلى
كل إلى المواطنين بكافة شرائحهم أفكار معينة عن طريق هذا الفن الساخر سيصل كل شيء، والناس الآن بدأت تعي أو هي وصلت إلى قمة الوعي ضد ما يقوم به هؤلاء الإنقلابيون وضد ما يقوم به المخلوق وضد الفساد الحاصل داخل البلد. يعني الرسالة وصلت بشكل واضح حتى لدى الأطفال، الأطفال تجدهم يجلس يقلد بعض الشخصيات من المسلسل، بعض الكاركترات، وحتى الكبار عندما تصلهم الأفكار فهو ينعكس على الأسر في المنازل في الحي في المصنع في كل مكان. يعني طيب أستاذ محمد، يعني يعني هل طالك أذى يعني نتيجة لهذا الاتجاه الذي اتخذته أنت في هذا بأسلوبك الفني الساخر؟ يعني هل يعني حاولوا مثلا اختطافك أو القبض عليك اغتيالك من هذه المحاولات التي يعني تعرض لها الكثير حقيقة من الرموز اليمنية؟ نعم نعم، حصل هذا في آخر مسلسل، آخر برنامج لي كان بعنوان حكم عقلك، كان قبل اقتحام صنعاء بحوالي شهرين أو شهر ونص. حينها كان تصل لي رسائل فيها تهديد وفيها صور رصاص، وهذا هو ردنا وقريبين وصل لك، ويتكلموا كلام غير لائق. وفعلا أول ما سقطت صنعاء دخلوا إلى مقر قناة سهيل الذي كنت أعمل البرنامج فيها، واختطفوا الحارس وسألوه وقالوا أين العاوري هذا الذي يتكلم على السيد حقنا وعلى رمزنا، ليش بيمس الرمز حقنا؟ وهو عندهم منزه فعلا، ويحسوا أنه هذا إنسان مصطفى من الله، والذي يتكلم على هذا لا يجوز. حتى أحدهم قال سينزل الله بك رجس من السماء، سيخسف الله بك من السماء لأنك تكلمت على السيد. قلت بالعكس، أنا ما قد ارتحت وقع لي الدنيا سابر إلا بعد ما قلت السيد حقكم. طيب هل يعني هل فكرت مثلا تنضم إلى 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 تشكيلات فنية معينة يعني وتواصل في هذا العمل الآن؟ إن شاء الله إن شاء الله أبشرك وأبشر من عبركم المشاهدين بإذن الله في رمضان هذا بإذن الله لنا مسلسل إن شاء الله هو عن محاكمة عفاش، سنصوره لكم وهو داخل القفص، ستكون على شكل مسلسل درامي بإذن الله، ترقبوه وسيشارك فيه فنانين كثير إن شاء الله. إن شاء الله يكون حقيقة هو في القفص إن شاء الله، بيصير إن شاء الله في القفص هو إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، لكن قبل رمضان يعني بإذن الله إحنا سنسبق بالمسلسل إن شاء الله. نعم، لكن الأزمة قائمة الآن، يعني ما الذي الآن تعملوه الآن؟ الأزمة ما زالت مستمرة حتى الآن، يعني قبل رمضان في شيء يعني على شكل يعني سكتشات، شيء مقاطع قصيرة؟ نعم، إحنا مستمرين في المقاطع. أنا لدي برنامج اسمه أنا هنا، والهدف منه زيارة الجبهات والخطوط الأمامية، اللي أسألهم هذا السؤال: لماذا أنت هنا؟ لماذا تقاتل هنا؟ لماذا أنت في رأس الجبل؟ فيجيب المجاهد كلهم أغلبهم الذي في الجبهات خريجين الجامعات، حفاظ القرآن، ناس مخلصين لهذا الوطن، أنبل شباب في اليمن هم موجودين في الخطوط الأمامية ودافعون عن العرض والأرض. وهذا البرنامج يأتي أسبوعيا كل جمعة، فهذا الذي أنا أعملها الآن ولا زلت مستمر. جميل، مستمر الآن في الجبهات، وأنا أدعو من خلالكم كل زملائي الذين هم خارج الوطن أنهم يأتوا إلى هنا. المملكة جزاهم الله خير ملكا وشعبا وحكومة، ضيفونا في وقت ما كان في معانا أرض ولا منطقة يعني تحتضننا، كلنا ملاحقين. أما الآن فضل الله سبحانه وتعالى وبدعمكم وتعاونكم لدينا الجنوب كامل محرر، لدينا مأرب، لدينا كثير من المدن. المفروض كل العقول المهاجرة تأتي إلى هنا لتفيد بلدها ولننهض ببلادنا ونشارك في تنميتها، كل في المجال الذي أعطاه الله، وإن شاء الله أن الخير قادم. قربت شردوا قد هربوا قد خلاص بإذن الله أن النصر قريب. صحيح، شردوا والحوثي الهريب. طيب اللي حولك يعني شردوا بإذن الله. الأقارب اللي حولك الآن والأصدقاء والوسط الفني اللي تحكمه، يعني إلى أي مدى هو يتفاعل معك ويعزز دورك كذا؟ والله العظيم إني بهأجواء هنا إنه محروم الذي لم يعني يستشعر هذه الأجواء الذي إحنا فيها اليوم. مأرب هو كان اسمها المجمع، تخيل يا أخي، المجمع هذه المدينة كان المجمع الحكومي فقط اللي بناه علي عبد الله صالح،
واليوم أصبحت مجمع حقيقي يجمع أحرار اليمن من جميع محافظات اليمن. الأحرار متواجدون هنا في مأرب، تلقى الطبيب، تلقى الدكتور، تلقى الضابط المخلص، كل المخلصين لبلادهم موجودين هنا. فالوسط الفني أيضا لقيت أساتذتي ولقيت زملائي ولقيت الشباب كلهم متفاعلين، كل في مجاله. تبصر المنشدين والفنانين بيتوكلوا على الله في التسجيل دائما، الممثلين موجودين بيتحركوا في تصوير الفلاشات أيضا، كل واحد كل مبدع بيتحرك في مجاله، وهذا دليل على أن هناك صحوة كبيرة عارمة في هذا المدينة. نعم. هي نموذج لليمن الجديد الذي نطمح إليه. باقي الباقيين الذي هناك ندعوهم، ما يبقى الذي لديه عمل يخدم بإخوانه هنا وهم قلة، والبقية لابد أن يأتوا إلى هنا. نعم أستاذ محمد، يعني أنتم أيضا في هذا الدور الآن، هل الجديد لديكم الآن، خططكم الآن طبعا لأجل رمضان، القضية حية الآن والمجتمع يحتاج إلى فعلا أن تقدم له الأحداث بهذا الأسلوب الذي استخدمتموه أنتم الآن كمسلسل حاليا. مثلا القناة مثل ما حكينا إنها مرفوعة ضدها قضية، تم إغلاق القنوات، لكن على الصعيد الشخصي أنا الآن لدي برنامج سياسي ساخر. نعم. أقوم بإعداده على أي قناة؟ لسه ما بدأت. قناة رشد. قناة رشد، وقد سجلت. تبث داخل اليمن الآن؟ هي موجودة من السعودية لكن تصل اليمن. نعم. موجهة لليمن. نعم. قد قمت بتسجيل أكثر من حلقة ساخر أيضا. نعم، برنامج سياسي ساخر. وإن شاء الله بإذن الله أنه نحاول أن نعري هؤلاء الإنقلابيين للناس حتى تصل الرسائل إلى كل شرائح المجتمع. هنا كثر في السعودية أيضا من الفنانين اليمنيين موجودين، سواء من الممثلين، من أيضا أيضا من الفنانين المغنين، فيه كثير حق السعودية. نعم. نعم. إلى أي مدى أنتم يعني ملتحمون في هذا العمل؟ إحنا ملتحمون سواء اللي موجودين في السعودية أو حتى اللي موجودين في داخل اليمن في مأرب أو في الجنوب، نتواصل ونحاول أن نضع أفكار ونشتغل، نشتغل نعمل فلاشات. اشتغلنا أكثر من فلاشة ضد هذه الجماعات الإنقلابية، سواء تم بثها. وين تبثون فيها؟ في على قناة رشد، وموجودة أيضا على اليوتيوب. والقنوات اليمنية الأخرى ليش ما تبثوا عليها؟ تبث أيضا، تبث على تبث. نعم نعم، قناة اليمن، قناة اليمن. نعم. وقناة صنعاء. وقناة صنعاء. كل القنوات تحاول أن تأخذ الفلاشات وتبثها بحيث مثل ما كي تصل إلى الناس بسرعة، يعني لأنه عندما تبثها قناة واحدة أحيانا تكون غير مشاهدة، لكن كل القنوات المشاهدة تقوم بالبث فتصل إلى الجميع. جميل. وإن شاء الله بإذن الله إن القادم أجمل، وسنلتقي في يمن جديد بقيادة عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم الملك سلمان وعصر الحزم إن شاء الله. جميل. أستاذ محمد باقي معي دقيقة أختم معك، ما الذي تريد أن تقوله في رسالة يعني ساخرة أيضا في دقيقة؟ أقول شكرا لكم على استضافتنا، وشكرا لكل من وقف بجانب اليمن، دول التحالف جميعا وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج جميعا، شكرا ألف شكر، جزاكم الله خير. موقف لن ينساه التاريخ، لن ينساه الله قبل التاريخ، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن الخير قادم، واليمن الجديد الذي اليمن السعيد سيعود سعيدا بإذن الله، ويومك سعيد وليس ببعيد إن شاء الله، وأيامك كلها سعادة، واليمن أيضا. شكرا لك، كان معنا من مأرب الفنان اليمني محمد الحاوري الذي أبدع معنا في هذه الحلقة حقيقة مشاركته. أيضا كان معي في الاستوديو والفنان اليمني أيضا الأستاذ محمد طالب، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. العفو. وشكرا مجددا للأستاذ محمد الحاوري، ولكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وتحية لكم من فريق برنامج المشهد اليمني. نلتقيكم إن شاء الله مع جزئية أخرى من المشهد اليمني الكبير حقيقة، الذي فيه كثير من التفاصيل الجميلة والرائعة، الثقافية والسياسية والاجتماعية. شكرا لكم، نلتقيكم.